هذا أم هذا؟ لا 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 مرحبا. مرحبا يا أطفال، لنتعلم أصوات الحيوانات. ماذا يقول الخنزير؟ ماذا تقول البقرة؟ لنري أليس كل حيوانات المزرعة. اربط حزام مقعدك. هل أنت مستعد كريس؟ نعم. وصلنا. لإطعام الماعز من هنا. الماعز تحب التفاح. واو، أنت جائع جداً. تقول الخراف ما كوتي كوتي كو. هذا أرنب. لا، إنه لطيف جداً. اغسل يديك بعد إطعام الحيوانات. عمل رائع، نظيفة. هل أحببته؟ سمك؟ تهانينا، مرحبا. هيا لنطعم الطيور. كريس انظر، إنهم لغاية اللطف، إنهم جائعون للغاية. لا تنسى غسل يديك بعد إطعام الطيور. نظيفة. حسناً. إنه دب عملاق. مرحباً، كيف حالك؟ أمي أمي. واحد، اثنان، ثلاثة. نذهب للقطار. حسنا. مستعد؟ مستعدون. هذا حصان. تقول الأحصنة. يقول الخنزير. وتقول البقرة. والآن عثرنا على كل الحيوانات. وداعا.
أريد أن أركب المركب. هنا من هذا الطريق لنذهب. هيا معي. إنها زرافة. زرافة. شكرا جزيلا. إنه فات. إنه أسد. الحمير الوحشية لطيفة. مرحبا. إنه ضفدع. أها. مرحبا. مرحبا. هل تحب الأرانب؟ نعم. رائع. ها نحن ذا. أين أنت؟ الليمور حق. كريس، إن وقت الآيس كريم. هناك، إنه نمر. هناك واحد خلف الصخرة. رائع. إنه دب أسود. إنه الحيوان الروسي الوطني. رائع. هل تحبها؟ نعم. وا وا رن. أها. إنها سيارتي. رائع. لنذهب. لا حلوى. آه.
رائع! إنه وقت المرح! دينغ دونغ دينغ! ملكي! كواك 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 لنذهب. آه آه.